انت هنا؟ انا قلت ان انت قلتي ايه؟ قلتي ايه؟ ده الناس كلها خيبتها السبت والحد واحنا خيبتنا ما وردتش على حد. انت خدت ارض في حته صحراء ملهاش اي مستقبل. انا مش فاهمه بس مين اللي وزك تعمل كده؟ ده انت شقيان بالفلوس دي يا صالح. ويا ريت الارض موجوده يا نوسه، دي زي الشبح اتبلعت. لا اتبلعت ولا حاجه، هو بس يدفع للناس الفلوس اللي هم طالبينها والموضوع يخلص. هيدفع منين؟ هو انت بتتكلمي على مزاجك؟ هيدفع منين؟ ده حتى حته البيت اللي كنا سايبينه للظروف اهو اتباع، ويا ريت اتباع بالفلوس. انت خسرته في القمار يا صالح. يا هند مش كده، احنا في ايه ولا في ايه؟ ما هو كل واحد يا سلمان، كل اللي احنا بنتكلم فيه ده واحد. ومن فضلك ما تتدخلش عشان انا عارفه اخويا كويس. انت لعبت بحياتنا كلنا قمار، بس بيت ابوك وامك مش لعبه يا صالح عشان تلعب بيه قمار وتخسره وتزعل عليه واحنا نسكت نتكتم ما نتكلمش عشان انت اخونا الكبير. ليه؟ ها؟ ليه يا صالح؟ حرام عليك يا هند، صوتك عالي جدا. طول عمرك كل ما بتخسر في لعبة بتختفي وكأن السفر حل، بس السفر استسهال مش حل. طب شيرين ماتت، ذنب أختك إيه؟ ذنبي إيه يا صالح عشان تسيبني لوحدي وتسافر ويوم ما تيجي مصر ما تزورنيش ولا تبص عليا ولا كأن أختك؟ سافرت ورحت وتغربت ورجعت، وبدل ما ترجع تلم أخواتك وتعوضني عن السنين اللي شفتها وإنت بعيد عني، لا رجع برضه تغامر وتروح تاخد حته ارض تعمل عليها مشروع انت فاكر ان هو هيلمنا. بس المشروع ما بيلمش لاخواتي يا صالح. وعلى فكره لو شيرين الله يرحمها كانت عايشه ما كانتش هتوافق ان انت تلعب قمار بحياتنا كلنا. خلصت ولا عندك كلام؟ لا انا خلصت كلامي. جرى ايه يا هند؟ هو انا هقعد اتفرج عليكي وانتي بتحاسبي اخوكي بالشكل ده؟ لا سيبيها، سيبيها تفضفض وتطلع كل اللي جواها. فضفضي يا هند. لعلمي انا ما لعبتش قمار بشيرين. شيرين ماتت بنت ربنا، قضى الله. والارض دي ارضي وارضك وارض اخواتك، وهحافظ عليها ومش هخسرها في القمار. وانت ناقصه ربايه. صالح